يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة الخامسة والثمانون بعد المئتين يا امام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغة سألتحف الفراغ وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوف أنك هم تضحك أيامي وأشوف فنك لو حزن أسود يظل طول الطريق, الطريق. الدرب, الدرب مو حش يا إمام, إمام. مو حش مو حش يا, يا إمام الدرب, الدرب مو حش يا, يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين, المغادرين. واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب أصف فيك وأى نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه الْعَوِيلَ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الحادي والثلاثون من العنوان المتقدم في الحلقات الماضيه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم في الحلقتين الماضيتين وضعت بين ايديكم خارطه اجماليه لاهم المجريات والاحداث والوقائع التي ستكون ما بين شهر رجب انه رجب العلامات وما بين يوم الظهور الشريف لا اريد ان اعيد الكلام المتقدم وانما سافتح نافذه بعد ان عرضت ما عرضت بين ايديكم من تفاصيل تلك الخارطه الاجماليه في الحلقتين الماضيتين سافتح نافذه في نفس هذا الاتجاه ولكنني ساتحدث عن حاضرنا ما تقدم من كلام في الحلقتين الماضيتين كان حديثا عن مستقبل ايامنا هل ندرك تلك الايام ام اننا لا ندركها ذلك امر موكول علمه الى امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه النافذه التي اريد ان افتحها في هذه الحلقه وستبقى قطعا مفتوحه الى حلقه يوم غد إن شاء الله تعالى. إنها نافذة على حاضرنا على زماننا الذي نعيشه الآن وعلى ما مر من زمان عايشناه فيما سلف من أعمارنا حديث عن واقعنا اليوم قبل ان اشير الى نقاط داله في واقعنا اليوم ترتبط بالمشروع المهدوي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر قبل أن أشير إلى تلك النقاط الدالة لا بد أن ألفت أنظاركم إلى نقطتين النقطة الأولى إذا أردنا أن ندقق النظر في حركة التأريخ، أتحدث عن التأريخ الإنساني عموما وعن التأريخ في واقعنا الشيعي خصوصا اذا اردنا ان ندقق النظر في حركه التاريخ منذ بدايه القرن العشرين الميلادي فاننا نجد التاريخ يسرع ويسرع ويسرع بالقياس الى حركه التاريخ في القرون التي سبقت القرن العشرين كانت الحركه بطيئه وبطيئه جدا كلما رجعنا الى الوراء لكننا حينما دخلنا في القرن العشرين الميلادي بدات حركه التاريخ تتسارع وتتسارع وتتسارع ان كان ذلك فيما يرتبط بالحياه الانسانيه عموما على هذا الكوكب او ما يرتبط بواقعنا الشيعي حينما اتحدث عن سرعه حركه التاريخ انني اتحدث عن حاله التقارب بين الدول والشعوب في الازمنه الماضيه قبل القرن العشرين كان هناك تباعد لماذا لامور كثيره منها وسائل النقل ومنها وسائل الاتصال ومنها غربه الثقافات كانت الثقافات غريبه فيما بينها لكننا في القرن العشرين بدات الثقافات المختلفه تتزاوج فيما بينها فهناك الاعلام وهناك الطباعه المتطوره وهناك السينما وهناك حركه قويه جدا في كثره الانتاج الادبي والفني هناك الجامعات التي انتشرت في كل انحاء العالم هناك وهناك وبدا الناس يسافرون بسهوله وبامان حدث تغير هائل في العالم حتى في حروبه فان حروب القرن العشرين كانت تختلف بكل تفاصيلها عن الحروب في القرون الماضيه انها سريعه في الانتقام وسريعة في الفتك وسريعة في التدمير انها الحركة التاريخية المتسارعة اذا ما قارنا بين الحربين العالميتين الاولى والثانية هناك فارق كبير بين هاتين الحربين الحرب العالميه الثانيه كانت سريعه في كل شيء وكانت اسرع في تفاصيلها من الحرب العالميه الاولى وكلما تقدمنا الى نهايه القرن العشرين كلما ازدادت السرعه في كل شيء ولما دخلنا الى القرن الحادي والعشرين الذي نعيش في اواخر ربعه الاول تضاعفت السرعة في كل شيء إلى أن تضاعفت سرعة الفيروسات في وقتنا في هذه السنوات الأخيرة وتضاعفت سرعتها في تغيير خصائصها انها السرعه الواضحه في حركه الحياه في حركه السياسه والاقتصاد في حركه العلم والتكنولوجيا في حركه ما هو مريح للحياه وفي حركه ما هو منغص للحياه هناك خطان يتحركان بسرعه هائله في عالمنا اليوم هناك خط الموت والتدمير بكل اشكاله الحروب، الأمراض، الكوارث الطبيعية إلى إلى إلى، وهناك خط الحياة الذي هو الآخر يتسارع ويتسارع، زيادة في عدد سكان الأرض تكدس للاموال والثروات بنحو هائل عند بعض البشر وفقر مدقع عند كثيرين من بني البشر هناك رفاهيه في ازدياد هناك سهولة في كثير من مجريات حياتنا بسبب معجزات التكنولوجيا و و, و خطان يتحركان بسرعة هائلة خط الموت وخط الحياة ويبدو ان السرعه في زياده في كلا الخطين العاقل الذي يبصر هذه الحقيقه سيثير سؤالا وسؤالا وسؤالا لماذا وكان التاريخ كان نائما كان يسير بسرعه السلحفاه بنحو مفاجئ واذا بالتاريخ ينتفض انتفاضه هائله إنه يجري ويجري انطلق بسرعة صاروخية ولا زال التسارع مستمرا إذا كنت أسير في شارع من شوارع المدينة وأمامي رجل أعرف وقاره وأعرف حكمته يسير بهدوء وفي لحظة ما وإذا به ينطلق راكضا بأقصى سرعته قطعا ساتساءل ما الذي جرى هذا الرجل الوقر الحكيم العاقل لماذا انطلق بهذه السرعه بشكل مفاجئ هناك احتمالان اما ان الرجل قد جن اصيب بالجنون فخرج عن اتزانه وعن حركته الهادئه واما ان شيئا مهما جعله يجري ويركض بهذه الطريقه بما انني استبعد جنونه ليس هناك من مبرر للجنون الرجل لسبب مهم جدا انطلق بحركته هذه كذاك هو التاريخ هذه السرعة المفاجئة هل أن التاريخ أصابه الجنون وخرج على سنن الحياة هل أن الحياة الإنسانية خرجت من إطار السنن الكونية وهل هذا ممكن؟ هذا الأمر مستبعد ولا دليل عليه ولا يمكن أن تتجاوز الحياة على السنن الكونية الثابتة إذا هناك شيء هناك شيء منطقي دفع بحركة الحياة في جوانبها المختلفة في جانبها الصناعي في جانبها السياسي في جانبها الاقتصادي وهكذا في سائر جوانبها هناك امر في الكواليس سرع حركه التاريخ قطعا سرعه حركة التاريخ منذ بداية القرن العشرين ليست بمستوى واحد في كل المجتمعات. القضية مرهونة بالظروف الموضوعية وبالملابسات الزمانية والمكانية. وبما عليه الواقع المجتمعي الانساني وكل ذلك مرده الى امرين نوع الحكم والنخبه يذكرنا هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه واله صنفان من امتي اذا صلح صلحت الامه واذا فسد فسدت الامه انهم العلماء والامراء هذا الامر ليس خاصا بامه النبي صلى الله عليه واله هذا الامر سنه من سنن الحياه وقانون من قوانين الواقع الذي نعيشه نوع الحكم له مدخليه كبيره في تسريع حركه التاريخ او في تبطئتها وكذلك النخبه نخبه المجتمع قد تكون نخبه ادبيه قد تكون نخبه دينيه نخبه المجتمع تاثير نخبه المجتمع بشكل مباشر على بنيه العقل الجمعي وهذا هو الذي يحرك المجتمعات وهذا هو الذي يحرك الواقع الانساني نوع الحكم النخبه كما في حديث رسول الله صلى الله عليه واله العلماء الامراء الامراء هم الذين يشخصون نوع الحكم بسيرتهم بقوانينهم بدساتيرهم والعلماء هم النخبه اكانوا من علماء الدين ام كانوا من علماء الدنيا على اختلاف اختصاصاتهم انهم النخبه الذين لهم مدخليه كبيره ومباشره في تكوين العقل الجمعي في ايه امه من الامم وفي اي مجتمع من المجتمعات فاذا ما تكون العقل الجمعي وفقا للمفردات والمفاهيم والتراكيب الفكريه التي اوجدتها النخبه في عقول الناس عبر الاساليب والوسائل المتاحه ففي كل زمان هناك اساليب ووسائل متاحه قطعا تركزت وترسخت وتنوعت وتشعبت الاساليب في زماننا وتنوعت الوسائل انا لا اريد ان اتحدث عن كل صغيره وكبيره بخصوص هذا الشان هذه موضوعات واسعه واذا ما فتحت واحدا منها فان ابواب الموضوع ستفتح على موضوعات عديده اخرى وانا محكوم بالوقت الخلاصه الخلاصه هناك سرعه متزايده في حركه التاريخ الانساني وهذه السرعه انطلقت بشكل مفاجئ منذ بدايه القرن العشرين الميلادي بالنسبه لي هكذا افهم الامر من اننا بدانا نتحرك بسرعه في داخل ارضنا في واقعنا الانساني تتناسب طرديا مع سرعه توسع الكون والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون مر هذا الحديث ومن ان التوسع سريع وسريع جدا ان تكون سرعه حركه التاريخ الانساني في الارض التي هي العاصمه عاصمه المشروع المهدوي ان تكون السرعه منسجمه بشكل نسبي قطعا بما يكون منضبطا بضوابط عالم الارض وما يكون منسجما بحسب الامكانات المتوفره للمجتمعات الانسانيه هناك مجتمعات غنيه هناك مجتمعات فقيره وهكذا هناك مجتمعات متقدمه علميا وهناك مجتمعات متخلفه علميا هناك مجتمعات تتوفر لديها كل الوسائل وهناك مجتمعات لا يتوفر لها الا القليل والقليل والقليل من تلك الوسائل لكن التسارع موجود في كل جهات ارضنا في كل جهات المجتمع الانساني كل مجتمع بحسبه هذا التسارع يشير الى اننا بدانا نقترب شيئا فشيئا من لحظه الظهور هذا فهم افهمه ليس بالضروره ان يكون دقيقا ليس بالضروره ان يكون صحيحا هذه القضيه ترتبط بالحقيقه التي بينتها لكم فيما مر علينا من الحلقات الماضيه ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع هناك مساحه تخصنا نحن تخص الناس عموما في الارض وتخص الشيعة خصوصا فمثلما الأرض عاصمة كبيرة للمشروع المهدوي فإن الواقع الشيعية عاصمه صغرى للمشروع المهدوي والمركز المركز في هذا الواقع الشيعي المركز في الكوفه فهذا التسارع في المجتمع الانساني بشكل مفاجئ منذ بدايه القرن العشرين الميلادي، الا يسمون القرن العشرين الميلادي يسمونه بعصر السرعه كل شيء صار سريعا والسرعه في تزايد يوما بعد يوم الموضوع واسع ومطرد وانا لا اريد ان اخوض في كل زواياه انما هي اشاره اجماليه مقتضبه اردت ان الفت انظاركم اليها كي اضع يدي على نقطه داله في واقعنا الشيعي نذهب الى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمه في غيبته فقال وجه الحكمه في غيبته وجه الحكمه في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره ان وجه الحكمه في ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا انه عز وجل حكيم صدقنا بان افعاله كلها حكمه وان كان وجهها غير منكشف لنا لما اكتمل اختراع السياره وصارت السياره حقيقه موجوده منذ بدايات القرن العشرين الميلادي انها رمز للسرعه في حياه الانسان وبقيت السياره الى هذه اللحظه رمزا للسرعه في حركه الانسان وفي تفاصيل حياته اليوميه وفي دهاليز السياسه والعسكره والتجاره و و, و, و و وفقا لهذا الكائن السريع انها السياره تغيرت تفاصيل حياه الانسان بسرعه اوضح لكم مرادي المدن قبل اختراع السياره ما كان نظامها العمراني على ما هو عليه الان اولا المدن صارت نظيفه بسبب السيارات لا اتحدث عن التلوث البيئي اتحدث عن النظافه المرئيه وقطعا التلوث البيئي لم يكن في بدايات القرن العشرين كما هو عليه الان وتنوع التلوث البيئي في زماننا وليس الحديث عن هذا الموضوع انني اتحدث عن النظافه المرئيه المدن فتحت فيها شوارع وهذه الشوارع لابد ان ترصف بارصفه للماشين وهذه الأرصفة لا بد أن تكون نظيفة لا بد أن تكون جميلة هناك تصميم هندسي للشوارع وللأرصفة التي يمشي عليها الناس وهذه الشوارع لا بد أن تعبد لا بد أن تبلط وهكذا ولا بد ان يكون هناك من نظام مروري ولا بد ان تكون هناك محطات للوقود كي تعبا السيارات بهذا الوقود والا كيف تتحرك ولا بد من وجود شركات ومحلات ومعارض لبيع السيارات ولا بد من وجود مؤسسات وشركات لتصليح السيارات وللمواد الاحتياطيه للسيارات ولا بد من وجود الدوائر الحكوميه المختصه بقوانين تسجيل السيارات وما يترتب على ذلك من مشكلات بسبب هذا التشكيل الجديد لحياه الانسان البيوت ايضا اخذت تبنى بطريقه تتناسب مع السيارات الابواب لا بد ان تكون عريضه لا بد ان يكون هناك من موقف للسياره اما امام البيت او في داخل البيت وهكذا السياره غيرت وجه الحياه هي سريعه بحدودها بحدود ذاتها هي سريعه وسرعت مصالح الانسان في حياته اليوميه وسرعت ايضا التغيير في بناء المدن وفي شق الطرق وتعبيدها ما بين البلدان البعيده وما بين المدن النائيه كائن اخترعه الانسان لكنه كائن سريع وسريع جدا سرع حياه الاشخاص وسرع التغيير في بناء المدن والقرى وبدل وجه الحياه في كل البلدان ولا زال هذا الكائن السحري يفعل فعله الى هذه اللحظه هذا مثال مثال اخذته لكم من امثله السرعه في حركه التاريخ في واقع الحياه الانسانيه منذ بدايه القرن العشرين هذا المثال يرتبط بحياه الانسان في كل بقاع الارض قلت لكم هناك سرعه في حركه التاريخ مره انظر اليها فيما يرتبط بحياه البشريه عموما ومره انظر اليها فيما يرتبط بواقعنا الشيعي فيما يرتبط بواقعنا الشيعي هناك حدث حدث في الواقع الشيعي سرّع الأمور بشكل جنوني انها الثورة الإيرانية حينما قامت بشكل واضح سنة 1978 ميلادي، وتحقق انتصارها في بدايات سنة 1900 أو تسعة ميلادي هذا الحدث ابتداء من مجريات الثورة الإيرانية سنة 1978 وانتهاء بانتصارها سنة 1979 وما ترتب على ذلك من آثار في واقعنا الشيعي بشكل خاص وفي منطقه الشرق الاوسط وحتى في سائر البقاع المختلفه في العالم لكن التاثير الواضح كان في واقعنا الشيعي بالدرجه الاولى وفي منطقة الشرق الأوسط بالدرجة الثانية وبعد ذلك في سائر بقاع الدنيا موشي ديان الذي كان وزيرا للدفاع الإسرائيلي له كلمة وكلمة دقيقة بشان الثوره الايرانيه الثوره الايرانيه زلزال مدمر ستصل اثار اهتزازاته الى جميع انحاء العالم زلزال مدمر قوي ستصل اثار اهتزازاته الى جميع انحاء العالم هذا الكلام ما هو بنبوءه انها حقيقه مستقاه من معطيات الواقع اذا اردت ان اذهب في كواليس الثوره الايرانيه اتعلمون متى بدات صحيح ان الثوره الايرانيه الخمينيه تركزت وترسخت بشكل واضح للعيان سنة 1978 ميلادي وانتصرت في بداية سنة 1979 ميلادي لكنني اذا اردت ان اسبر اغوارها بداية هذه الثورة زرعت في سنه الف وتسعمائه واثنين وعشرين ميلادي انها بدايه القرن العشرين في نهايات الربع الاول من القرن العشرين ما الذي حدث سنة 1922؟ أخبركم بعد الفاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تاويل هذه الايه فاخلع نعليك ما جاء في سوره طه فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الاشعري عن معنى اخلع نعليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التاويل فيهما قال ان موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك اينزع حب اهلك من قلبك ان كانت محبتك لي وقلبك من الميل الى من سواي مغسولا الحوزه الدينيه الكبيره عند الشيعه في النجف انني اتحدث عن بدايات القرن العشرين الميلادي في ايران توجد حوزات في اكثر من مدينه من المدن الايرانيه لم تكن هناك حوزه كحوزه النجف انا لا اتحدث في اعماق التاريخ انا اتحدث عن بدايات القرن العشرين الميلادي من هنا كان حديثي من ان سرعه حركه التاريخ بدات منذ بدايات القرن العشرين الميلادي على مستوى العالم عموما وعلى مستوى واقعنا الشيعي ضمن الدائره الشيعيه الخاصه خصوصا كما قلت لكم الحوزه الدينيه الكبيره في النجف ربما تنتقل في مقطع زماني إلى سامراء مثلا ربما تنتقل في مقطع زماني إلى كربلاء وهكذا لكن المركز المعروف للحوزة الدينية عند الشيعة في النجف فمجمع علمائهم مراجعهم مشايخهم ساداتهم هناك اذا ما خرجت الى مكان اخر فتلك فتره استثنائيه في ايران هناك حوزات ما هي بحجم حوزه النجف في العديد من المدن والمناطق الايرانيه في بدايات القرن العشرين كانت هناك حوزة قد تكون هي الأكبر بالقياس إلى الحوزات الأخرى في سائر المدن الإيرانية كانت هناك حوزة في مدينة أراك مدينة أراك هي التي تعرف في كتب التاريخ قديما بعراق العجم هناك عراق العرب العراق الذي نعرفه العراق الذي عاصمته بغداد هذا يقال له عراق العرب وعراق العجم ما يسمى في زماننا بمحافظه اراك من هنا قد تسمعون عن عالم مرجع شخصيه ايرانيه يلقب بالعراقي مثلا المراد من العراق من عراق العجم من هذه المنطقة التي تعرف باراك. اراك بحسب اللغة الفارسية اراك ولكن في كتب التاريخ تعرف بعراق العجم التي هي ارض الجبل ومدينه قم متصله بها من ضمن هذه المنطقه التي هي ارض الجبل هذا العنوان ارض الجبل عنوان لايران بشكل عام في التاريخ لان الارض الايرانيه تنتشر فيها المرتفعات من الجبال والهضاب والتلال وهناك من يصف ايران قديما من الجغرافيين بالهضبه الايرانيه انها ارض مرتفعه عن مستوى سطح البحر هكذا يقولون في الجغرافيا ارض الجبل عنوان لايران عموما وعنوان لمنطقه عراق العجم خصوصا ومن جملتها مدينه قم هي جزء من هذه المنطقه من منطقه ارض الجبل من منطقه عراق العجم ولربما سميت بهذه التسميه لان الذين اسسوا مدينه قم شيعه عراقيون قدموا من الكوفه اليها فلربما نشات التسميه من هنا فكان مدينه قم كانها عراق صغير في ذلك الوقت. هناك وجوه عديدة في هذا الموضوع لا اريد ان اخوض في التفاصيل. على اي حال حوزة في مدينة اراك قد تكون هي الاكبر بين الحوزات في ايران. يتزعمها عبد الكريم الحائري مرجع في تلك الحوزه وكان مرجعا لشيعه ايران كثيرون من شيعه ايران كانوا يقلدونه يقلدون عبد الكريم الحائري رجاء اعرضوا لنا صوره المرجع الايراني الشيخ عبد الكريم الحائري هذا هو الشيخ عبد الكريم الحائري الذي كان مرجعا كان فقيها كان كبيرا ورئيسا للحوزه الدينيه في مدينه اراك نحن نتحدث عن بدايات القرن العشرين الميلادي بين فتره واخرى في المناسبات الدينيه يأتي من مدينة أراك مع من يرافقه من فضلاء من علماء حوزة أراك وكذلك من تلامذته وممن يحبون مرافقته يأتي لزيارة السيده المعصومه في مدينه قم مدينه قم انذاك كانت مدينه صغيره وصغيره جدا ولم تكن مهمه في ذلك الوقت لا بالنسبه للايرانيين عموما ولا بالنسبه للحوزويين واصحاب العمائم بشكل خاص انما ياتي من ياتي لزيارتها لزياره السيده المعصومه ومزار السيدة المعصومة لم يكن متصلا بالبناء المدينة كانت صغيرة الى الحد الذي المدرسة الفيضية التي صارت رمزا للثورة الايرانية ومقرا لانطلاقها كانت آنذاك خربة هذه المدرسة بنيت أيام الصفويين ولكن جر الزمان ذيوله عليها فعادت خربة وصارت مكانا للمدمنين على الحشيشة وكثيرون من القميين يدمنون على الحشيشه حتى في زماننا هذا هذه القضيه قديمه فكانت المدرسه الفيضيه سميت بالفيضيه نسبه الى الفيض الكاشاني انا لا اريد ان اتحدث عن كل التفاصيل التاريخيه انما اريد ان اضع ايديكم على معلومات تجهلونها ربما البعض منكم يعرفها من خلال ثقافته واطلاعه وربما البعض منكم تعلمها من خلال برامجي فانني قد تحدثت عن هذه الموضوعات من حيثيات مختلفة في العديد من برامج السابقة والتي تنتشر على الشبكة العنكبوتية فالمدرسة الفيضية كانت خربة وكانت مكانا للمدمنين على الحشيشة يقولون إن الخميني أيام شبابه لما انتقل مع انتقال الحوزة إلى مدينة قم هو الذي دخل في عراق مباشر مع أولئك المدمنين وطردهم من المدرسه الفيضيه ووقف معه في ذلك بعض طلاب العلم من اصدقائه وزملائه انني اتحدث عن بداياته الاولى في بدايات شبابه في مقتبل شبابه رجاء اعرضوا لنا صورا من مدينه قم في تلك الاوقات انها صور لمزار السيده المعصومه ويمكنكم ان تلاحظوا المساحه التي حول المزار الشريف رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى هذه مدينة قم وهذا هو مزار السيدة المعصومة اعرضوا لنا صورة ثانية رجاء واعرضوا لنا صورة ثالثة هذه صور لفتره سابقه لمزار السيده المعصومه لا اعرف تاريخها الدقيقه بالضبط لكنها لفتره سابقه يمكننا من خلال تفحص هذه الصور نعرف مدى التخلف في مدينه قم انذاك ونعرف كذلك مدى صغر المدينه على اي حال في مره من المرات وبمناسبة مبعث النبي صلى الله عليه واله الذي يكون بحسب اعتقادنا الشيعي في اخر شهر رجب في السابع والعشرين من شهر رجب بهذه المناسبة جاء عبد الكريم الحائري مع من جاء معه من علماء الدين ومن فضلاء حوزة أراك وممن رافقهم من طلاب الحوزة آنذاك جاءوا لزيارة السيدة المعصومة القميون رحبوا بهم وقدموا لهم الخدمات كما في كل مره وبعد ان استقر المجلس بعبد الكريم الحائري حينما جاء مقبلا لزياره السيده المعصومه في المبعث الشريف وجهاء القميين اقترحوا عليه اقتراحا فقالوا له لماذا لا تنتقل انت ومن معك في حوزتك في أراك لماذا لا تنتقل يا أيها الشيخ الحائري إلى مدينة قم. بشكل غريب ليس متوقعا أبدا وافق عبد الكريم الحائري ولكنه أوكل الأمر إلى الاستخارة. هذه الحادثة غريبة جدا حوزة مستقرة بمدارسها وشؤونها وأوضاعها المالية في مدينة أراك ومدينة أراك مدينة أكبر مدينة متحضرة بشكل واضح بالقياس إلى مدينة قم آنذاك بيئة قم بيئة قاسية ماؤها ما هو بماء طيب تربتها جافة على أي حال عبد الكريم الحائري وافق كيف وافق؟ ليس هناك من احد يدري مع انهم قد اقترحوا عليه هذا الامر مرارا في السنين الماضيه حينما ياتي لزياره السيده المعصومه وكان يرفض رفضا قاطعا الامر ليس منطقيا حوزة مستقرة في مدينة أراك أمورها قد ترتبت وجرت ولسنين مع ملاحظة أن الحوزويين خصوصا الصغار لا يملكون أموالا وليس هناك من مدارس صالحة للسكنى في مدينة قم هناك آثار لمدارس دينية مهدمة مثل ما حدثتكم عن الفيضية مثلا فكيف تتم عملية الانتقال؟ وافق عبد الكريم الحائري بالنسبة لي هذه الموافقة لم تكن من عنده هذا معتقدي هكذا اعتقد لم تكن الموافقة من عنده صحيح الأمور تجري بأسبابها هناك من يخطط من وراء حجاب لقد حان الوقت ان تبدا مدينه قم مسيرتها في البرنامج الذي قد خصص لها حان الوقت في السنوات الماضيه حينما كانوا يقترحون ويقدمون اقتراحاتهم لعبد الكريم الحائري كان يرفض ويرفض بشكل قاطع ليس منطقيا ان ينتقل الى مدينه قم وهي تفتقر الى كل شيء فيما يرتبط بالشأن الحوزوي وافق الرجل وأوكل الامر الى الاستخاره ولما لجأ إلى الاستخارة وإذا بالاستخارة تأمره بالقدوم إلى قم فبشره من أنه سيأتي إلى قم وانتقلت الحوزة الدينية من مدينة أراك الى مدينه قم سنه الف واثنين وعشرين ميلادي بدات طلائع المحرك المسرع للواقع الشيعي هذه طلائع الثوره الايرانيه التي كانت سببا في تسريع حركه الواقع الشيعي في الاتجاه السياسي في الاتجاه الديني في الاتجاه المجتمعي وفي الاتجاه الاعلامي في كل هذه الاتجاهات حدثت حركه سريعه ومتسارعه جدا في الواقع الشيعي عموما وخصوصا في منطقه الشرق الاوسط في العراق وفي لبنان في الكويت والسعوديه وفي سائر دول الخليج والامر اخذ ينتشر شيئا فشيئا حيثما كان شيعة في مختلف بلدان العالم وتفاقم الامر في الهند وفي باكستان وفي افغانستان وهكذا في كل البقاع التي يتواجد فيها الشيعة وبعد ذلك حدث انتشار واسع للشيعه في الدول الغربيه وفي الامريكتين في كندا في الولايات المتحده الامريكيه وفي البرازيل وفي سائر الدول الاخرى من اللبنانيين والسعوديين والعراقيين بنسبة قليلة بعد ذلك ازداد عددهم ازديادا واضحا كل هذا التسريع نشأ بسبب الثورة الإيرانية التي تركزت في سنة 1978 ميلادي وانتصرت في بدايات سنة 1900 وتسعة وسبعين ميلادي لكنني مثل ما قلت لكم إذا ما ذهبت باتجاه كواليسها البعيدة فإن البداية كانت في سنة ألف وعشرين ميلادي حينما انتقل عبد الكريم الحائري بحوزته الدينية من مدينة أراك إلى مدينة قم قائد الثورة الخميني كان طالب علم في حوزة الحائر في أراك فحينما انتقل الحائر بحوزته طبيعي أن ينتقل إلى مدينة قم نذهب إلى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه واله سيأتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك, ذلك الزمان شر فقهاء, فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود. عن ابي خديجه قال: قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه. لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس قم وما ادراك ما قم قم هكذا وصفها ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من انها عش ال محمد ومن انها ماوى شيعتهم لكن هذا لا يعني ان كل شيء فيها سيكون على اكمل وجه هذا هو الجزء السابع والخمسون من بحار الانوار للمجلس إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 214 الحديث الحادي والثلاثون بسنده عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه عن أبي الحسن الأول ابو الحسن الاول هو امامنا الكاظم صلوات وسلام عليه امامنا يقول قم عش ال محمد وماوى شيعتهم مكان ياوي اليه الشيعه الماوى هو المكان الذي يطمئن الانسان فيه يجد راحته فيه هذا هو المأوى قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم ولكن ولكن سيهلك جماعه من شبابهم بمعصيه ابائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء فحينما تمتدح قوم هذا المديح نسبي لا يوجد مديح مطلق لمجتمع لأمة ما هي بمعصومته المديح المطلق يكون للمعصوم فقط سلمان الفارسي ورد بخصوصه مدح عظيم وورد بخصوصه قدح ايضا فسلمان ليس معصوما سلمان له منزله جليله له رتبه كبيره لكنه ليس معصوما فلن يمدح مدحا مطلقا، المدح المطلق للمعصوم فقط. وحين أتحدث عن المعصوم، أنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة. وعن الأئمة من ولد فاطمة، من المجتبى إلى الخائن. هناك معصومون لكنهم ليس في هذه الدائره عقيله بني هاشم معصومه لكنها ليست في هذه الدائره انها عصمه بحسبها قمر الهاشميين معصوم لكنه ليس في هذه الدائره التي اشرت اليها قبل قليل عصمته بحسبه والقائمه تطول وكذلك الحال حينما نتحدث عن عصمه الانبياء واوصيائهم معصومون ولكن بحسبهم العصمه المطلقه هي عصمه محمد وعلي وفاطمه وعصمه ولد فاطمه من المجتبى الى القائم انها العصمه التي اذا اردنا ان نعرفها هي عصمه الله مثلما نقرا في الزياره الجامعه الكبيره ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، عصمتهم عصمة الله وعصمة الله عصمتهم من حيث هم من حيث هم لا فرق بينك وبينها، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك من حيث هم فحينما يمدح القميون هذا المديح نسبي. وإمامنا الكاظم حينما تحدث عن هلاك جماعة من شبابهم، الإمام يريد أن يلفت أنظارنا إلى هذه النقطة من أن المديح يكون نسبيا. الإمام.. ليس مهتما بالحديث عن هؤلاء الشباب. الامام يريد ان يلفت انظارنا الى هذه الجهه بالدرجه الاولى. اما ما جاء من حديث عن هؤلاء الشباب فهذا ياتي بالدرجه الثانيه. هكذا يقول امامنا الكاظم صلوات الله عليه قم عش ال محمد. ومأوى شيعتهم ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بمعصية ابائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أيضا في الحديث الثاني والثلاثين من المصدر نفسه ومن الصفحة نفسها وأقرأ من صفحة 215 إمامنا الصادق يقول إذا أصابتكم بلية وعناء بلية وعناء في زمن الصادق بالدرجة الأولى تأتي من جهة العباسي إذا أصابتكم بلية وعناء فعليكم بقم لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول لنا فانه فانه هذا الضمير جاء مذكرا اذا كان الكلام بنصه ولا اعتقد انه بنصه لكن اذا كان الكلام بنصه فانه يعود على تقدير نقدره فعليكم بموضع قم بمحل قم فعليكم بقم فانه مأوى الفاطميين ومستراح المؤمنين وسيأتي زمان في قادم الايام وسيأتي زمان ينفر اولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا حينما يقول عنا هل هو يتحدث عن المدينه المنوره وهل هاجر اهل المدينه المنوره في مقطع من التاريخ بشكل واضح الى مدينه قم. انه يتحدث عن العراق فالعراق موطنهم وان لم يكونوا قاطنين فيه وسياتي زمان ينفر اولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا. انه يتحدث عن علي فعلي في العراق انه يتحدث عن حسين فحسين في العراق انه يتحدث عن موسى بن جعفر عن ولده فانه سيكون في العراق وكذاك الجواد وكذاك الهادي وكذاك العسكري وكذاك صاحب الزمان وسيأتي زمان ينفر اولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا وذلك مصلحه لهم لكي لا يعرفوا بولايتنا ويحقن بذلك دماءهم وأموالهم وما أراد أحد بقم وأهله سوءا إلا أذله الله وأبعده من رحمته الحديث الثالث والثلاثون عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن للجنة ثمانية أبواب ولأهل قم واحد منها فطوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم الروايات كثيرة وكثيرة جدا صفحة 216 الحديث الثامن والثلاثون بإسناده عن عفان البصري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عفان البصري يقول قال لي الإمام الصادق أتدري لما سمي قم قلت الله ورسوله وأنت أعلم قال إنما سمي قم لأن أهله أهل هذا الموضع يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه هؤلاء هم القميون يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه، وينصرونه وحديث هو الحديث الثالث والأربعون عن الأئمة صلوات الله عليهم صفحة 217 وسبعة عشر من الجزء السابع والخمسين من بحار الأنوار لولا القميون لضاع الدين لولا القميون لضاع الدين هذا الحديث شرحته بشكل مفصل في برامجي السابقه يا ليتكم تعودون الى ذلك الشرح شرح مهم وبيان دقيق للمنهج القمي الذي يحفظ الدين انا لا اتحدث عن منهج حوزه قم التي منهجها منهج حوزه النجف تحدثت عن منهج ينمى إلى أئمتنا. تحدثت عن منهج سعد الأشعري وزكريا ابن آدم. تحدثت عن منهج شيخنا الصفار صاحب بصائر الدرجات وعن ابن بابوي والدي الشيخ الصدوق وعن علي ابن إبراهيم القمي وعن أبيه إبراهيم ابن هاشم تحدثت عن ابن قولوي وتحدثت عن الكليني وعن النعماني النعماني الذي هو عراقي ولم يذهب إلى مدينة قم إطلاقا أنا أتحدث عن منهج لا أتحدث عن جغرافيا حينما أحدثكم عن المنهج القمي الحديث يتناول هذا المضمون لولا القميون لضاع الدين اذا بقينا على حوزه الطوسي فانها قد ضيعت الدين من اول لحظه من لحظات تاسيسها المشؤوم سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومنادٍ ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل اخوان الترك حتى ينزلوا الجزيره وستقبل مارقه الروم حتى ينزل الرمله فتلك السنه فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب فاول ارض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات رايه الاصهب ورايه الابقع ورايه السفياني هناك روايتان خطيرتان جدا 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 بخصوص مدينة قم الروايتان ذكرهما الشيخ المجلسي في الجزء السابع والخمسين من بحار الانوار بحسب الطبعة التي اشرت اليها صفحة 212 إنه الحديث الثاني والعشرون صفحة 213 تتمة الحديث مع الحديث الثاني وهو الثالث والعشرون حديثان خطيران جدا وباعثان كذلك على الامل بل على الفرح لان الحديثين يتحدثان عن واقعنا الذي نعيشه اليوم هذان الحديثان ليس بايدينا نصهما الاصل ولذا فانني اتعامل معهما بنحو اجمالي من جهه فهم مضمونهما لن أدقق كثيرا كعادتي في التدقيق في ألفاظ النصوص التي أعتقد أنها مروية عنهم صلوات الله عليه هذان الحديثان مرويان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وأدل دليل على ان الحديثين مرويان عن الصادق مضمون الحديثين انه يتحدث عن شيء موجود في زماننا هذان الحديثان مصدرهما الاصل كتاب تأريخ قم هذا كتاب تأريخ قم لكن الذي بين يدي هو ترجمة لكتاب تأريخ قم الأصل الكتاب في اصله كتبه كاتبه باللغه العربيه تاريخ قم مؤلفه الحسن ابن محمد ابن الحسن الاشعري القمي كان معاصرا للشيخ الصدوق الشيخ الصدوق متى توفي توفي سنه ثلاثمئه وواحد وثمانين للهجره مؤلف الكتاب كان معاصرا للشيخ الصدوق الدليل على انه معاصر للشيخ الصدوق ما رواه في كتابه انا لا اريد ان ادخل في كل التفاصيل الصغيره فالحسن ابن محمد الاشعري القمي كان معاصرا للصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 للهجرة يعني أن المؤلف وأن الكتاب من أهل أواخر القرن الرابع الهجري كما قلت لكم الصدوق توفي سنه 381 للهجره يعني في الربع الاخير في الربع الرابع من القرن الرابع الهجري النسخه العربيه ليست متوفره لدينا هناك من ترجمه ترجم في بدايات القرن التاسع الهجري ما بين اواخر القرن الثامن الهجري وبدايات القرن التاسع الهجري ترجمه الحسن ابن بهاء الدين القمي فنقله من العربيه الى الفارسيه وهذه الترجمه هذا هو الموجود بين ايدينا الكتاب بنسخته العربيه ليس موجودا حتى المجلس صاحب البحار ماذا قال في مقدمه كتابه البحار هذا هو الجزء الاول من بحار الانوار للمجلس انها طبعه دار احياء التراث العربي في مقدمه بحار الانوار المجلس ذكر تعريفا بالكتب التي نقل منها صفحه 42 هكذا يقول المجلسي صاحب البحار وتاريخ بلده قم كتاب معتبر لكن لم يتيسر لنا اصل الكتاب وانما وصل الينا ترجمته هذه النسخة التي بين يدي هذا هو الذي نقل منه المجلس وقد أخرجنا بعض أخباره في كتاب السماء والعالم مثل ما هنا في الجزء السابع والخمسين هذا الجزء من مجموعة أجزاء. السماء والعالم اقرأ كلام المجلس مره اخرى عليكم في مقدمه البحار وتاريخ بلده قم يتحدث عن كتاب تاريخ قم وتاريخ بلده قم كتاب معتبر لكن لم يتيسر لنا اصل الكتاب باللغة العربية وإنما وصل إلينا ترجمته هذه النسخة التي عندي وقد أخرجنا بعض أخباره في كتاب السماء والعالم في كتاب السماء والعالم من جملة عناوين موسوعة بحار الأنوار هذا هو الجزء السابع والخمسون من مجموعه الاجزاء التي عنوانها السماء والعالم هاتان الروايتان لم يتوفر لدى المجلس نصهما الاصل بالعربيه وانما توفر لدى المجلس نصهما باللغة الفارسية. هذه الطبعة طبعة مكتبة المرعش النجفي مكتبة كبيرة معروفة في مدينة قوم المقدسة. وإنما أصفها بالمقدسة لأن الأئمة وصفوها بأنها تربة مطهره مقدسه هكذا وصفوها قطعا الحديث في بعدها المعنوي العميق وليس الحديث عن اناس يقطنون فيها الذين يقطنون فيها فيهم الصالح والطالح الحديث هنا عن مدينة قم حديث عن منظومة عقائدية معنوية لها رموزها رمزها الأول معصومة آل محمد إنها عزيزة الرضا فاطمة بنت باب الحوائج هذا هو الرمز الاول الرمز الثاني مسجد جمكران مركز من مراكز قائم ال محمد الرمز الثالث عيون وأعيان شيعة آل محمد زكريا ابن آدم إنه المأمون على الدين والدنيا وأمثاله في ثرى قم هناك كثيرون من أمثال زكريا ابن ادم عبر التاريخ ما قدره إمام زماننا لمدينه قم في عصر الغيبه الكبرى ان جعلها بديلا عن الكوفة زمان الغيبة الكبرى، إنها عاصمته عاصمته زمان الغيبة الكبرى، الحديث عن عاصمة اعتبارية، وإلا فالعاصمة الأصل هي الكوفة، هذه عاصمة اعتبارية تشريفية، لماذا؟ لأن الإمام اتخذها مقرا وجعلها خزان احتياط لبرنامجه المهدوي، الروايات تحدثنا عن ذلك، ما أنا الذي أتحدث، هذا الكلام ما هو بمقترحات من عندي ساقرأ عليكم الاحاديث لكنني لا اريد ان اخدعكم لابد ان اضع النقاط على الحروف فحينما اقرا عليكم الاحاديث لابد ان تعرفوا مصادرها ومن اين جاءت هذا هو تاريخ قم باللغة الفارسية وهذا هو الكتاب الذي اعتمده المجلس حينما نقل هذين الحديثين صفحة ميتين أو ستة وستين وما بعدها ميتين وسبعة وستين ميتين وثمانية وستين ميتين وتسعة وستين جاء ذكر الحديثين هنا باللغة الفارسية المجلس ترجم الحديثين إلى اللغة العربية النص الاصل ليس موجودا عندنا ولا نعلم علم يقين ان المجلس هو الذي ترجم الحديثين بنفسه ام ان شخصا اخر فهناك كثيرون كانوا يعملون لدى المجلس في جمع احاديث البحار شيخ عبد الله البحراني كان له الفضل الكبير في ترتيب وتبويب بحار الانوار من تلامذه المجلس صاحب العوالم يمكنني ان اقول من ان الذي الف البحاره هو عبد الله البحراني تحت رعايه المجلس عبد الله البحراني بذل جهدا عظيما في تاليف بحار الانوار كذلك عبد الله افندي الاصفهاني صاحب الرياض اتحدث عن رياض العلماء وحياض الفضلاء انه كتاب معروف في تاريخ وسيره كبار علماء الشيعه رياض العلماء وحياض الفضلاء لعبد الله افندي الاصفهاني اكثر كتاب البحار كتب بخط يده اذا ما اردنا ان نعود الى النسخ المخطوطه القديمه الاصليه لبحار الانوار ما بقي منها فاكثر البحار كتب بخط يده نعمه الله الجزائري صاحب المؤلفات المعروفه كالانوار النعمانيه وغيرها كان ايضا مشاركا في تاليف وجمع بحار الانوار فضلا عن كثيرين ممن كانوا يشتغلون في جمع الكتب ونسخ الاحاديث كانوا يشتغلون بالاجره في مؤسسه كبيره افتتحها المجلس الذي كان بمثابه الوزير الاول في الدوله الصفويه انذاك في ايام حياته حينما تقرؤون على كتاب بحار الانوار من تاليف شيخ الاسلام المجلسي هذه وظيفه حكوميه شيخ الاسلام يعني الوزير الاول يعني المستشار الأعظم يعني رئيس الوزراء كما في أيامنا فالمجلسي كان شيخ الإسلام في الدولة الصفوية في عاصمتها إصفهان وقد افتتح مؤسسة أنتجت لنا بحار الانوار وسائر كتب المجلس التي هي كثيره وكثيره جدا وكان هؤلاء الاعلام الذين اشرت اليهم يديرون هذه المؤسسه باشراف من المجلس نفسه الذي كان مشغولا بشؤون الحكم فلا ندري هذه الترجمة من المجلس من هؤلاء من غيرهم على أي حال كما قلت لكم في النسخة الفارسية من تاريخ قم بحسب طبعة مكتبة المرعش النجفي صفحة ميتين وستة وستين إلى صفحة 269 وتسعة وستين هذان الحديثان موجودان باللغة الفارسية وترجمهما من ترجمهما حينما اثبت الحديثان في بحار الانوار فهذان الحديثان اللذان ساقرأهما عليكم ترجمة لترجمة بالفارسية لحديثين في الأصل باللغة العربية رويا عن إمامنا الصادق وأثبتهما مؤلف تأريخكم في النسخة العربية الأصلية لكننا لا نملك النسخة الاصلية كحال المجلس الذي لم يكن مالكا لهذه النسخة مثل ما قرأت عليكم من مقدمته لكتابه بحار الانوار نذهب الى فاصل عن أبي, عن ابي حمزه الثمالي قال قال ابو جعفر إمامنا أبو الباقر صلوات الله, الله عليه علي يا ابا حمزة, حمزه يخرج احدكم, أحدكم فراسخا فيطلب, فيطلب لنفسه دليلا وأنت, وانت بطرق السماء, السماء اجهل منك, منك بطرق الارض فاطلب لنفسك دليلا عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله الحديث الثاني والعشرون بسنده عن ابي الاكراد علي بن ميمون الصائخ عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله احتج بالكوفه على سائر البلاد وبالمؤمنين من اهلها على غيرهم من اهل البلاد الاحتجاج بالكوفة هو احتجاج بالمنظومة المعنوية للكوفة مثلما حدثتكم قبل قليل عن المنظومة المعنوية لمدينة قم السيدة المعصومة مسجد جمكران زكريا ابن ادم وامثاله وهم كثيرون ما قدره صاحب الامر لمدينه قم ان تكون مقرا ومركزا وخزان احتياط لبرنامجه المهدوي كذاك هي الكوفه لها منظومتها المعنويه والعقائديه ويطول الحديث بالكوفه ومنظومتها العقائديه المقام ليس منعقدا للحديث عن كل صغيره وكبيره يرد ذكرها في طوايا الكلام الوقت يجري سريعا اعود الى كلام امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ان الله ان الله احتج بالكوفه على سائر البلاد هذا احتجاج بمنظومتها المعنويه. ان الله احتج بالكوفه على سائر البلاد وبالمؤمنين من اهلها بالمؤمنين من اهلها وليس بكل اهلها وبالمؤمنين من اهلها على غيرهم من اهل البلاد واحتج ببلده قم على سائر البلاد وباهلها على جميع اهل المشرق والمغرب من الجن والانس ولم يدع الله قم وأهله يفترض قم وأهلها ولكن هذا من الترجمة إلا إذا أريد أن يعود الضمير على مقدر مذكر موضع محال ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا هذا التذكير هنا جاء كما يبدو بسبب الترجمة وإلا فإن السياق الأصل لا بد أن يكون ولم يدع الله قم واهلها مستضعفا الا اذا اريد ان يعود الضمير على مذكر مقدر موضع محل مكان ولم يدع الله قم واهله مستضعفا المراد من الاستضعاف هنا الاستضعاف الديني هناك استضعاف مجتمعي وهناك استضعاف سياسي وهناك استضعاف ديني الاستضعاف المجتمعي حينما يكون المجتمع على طبقات كما كانت المجتمعات تقسم طبقات النبلاء وطبقات الأقنان وهي على درجات طبقات الأقنان على درجات مثلما هناك تقسيم اجتماعي موجود في بلادنا العربية ربما انحسر في هذا الزمان الإقطاعيون الذين يملكون الإقطاعيات الكبيرة والذين يعملون عندهم يعملون بالسخره ولربما بما هو دون ذلك فالاقطاعيون لهم منزله اجتماعيه والعاملون لديهم لهم منزله اخرى هذا هو الاستضعاف المجتمعي وهناك استضعاف سياسي حينما تتسلط فئة على شعب على أمة على مجتمع ويستضعفون ذلك الشعب ذلك المجتمع وهناك استضعاف ديني الاستضعاف الديني قد يكون مجتمعيا في بعض الأحيان كما هو الحال في الديانه الهندوسيه فانهم يقسمون المجتمع وفقا لاحكام الديانه الهندوسيه للهندوس انفسهم يقسمونهم الى طبقات وهناك طبقه المنبوذين ويجب عليهم دينيا ان يعتقدوا بانهم من ابناء هذه الطبقه وهناك طبقه رجال الدين الى سائر الطبقات الاخرى طبقات شريفه وطبقات وضيعه انا لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل لكنني اكون مضطرا في بعض الاحيان لبيان هذه المضامين المستضعف الديني هنا هو المستضعف العقائدي، من هو هذا؟ المستضعف العقائدي هو الذي لا يمتلك قدرة عقلية لا يمتلك قدرة علمية لا يمتلك قدرة ثقافية ان يميز بشكل واضح بين الحق والباطل وأن يقيم الأدلة على ما هو حق وأن يقيم الأدلة على ما هو باطل هذا هو المستضعف الديني العقائدي الإمام يتحدث عن هذا المعنى ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا فقم كانت مركزا للعلم الديني منذ بدايه تاسيسها متى تاسست قم قم تاسست قبل النجف 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 بما هي نجف فهي ارض مقدسه منذ بدايه خليقه الارض لكنني اتحدث عن المدينه عن مدينه النجف مدينه النجف صارت مدينه بعد ان انتقل الطوسي اليها واسس حوزته في النجف والا فان النجف لم تكن مدينه بعنوان المدينه الا بعد ان انتقل الطوسي الى النجف واستقر فيها كانت قريه صغيره البيوت فيها معدوده نحن نتحدث عن سنة أربعمية وثمانية وأربعين منتصف القرن الخامس الهجري بينما مدينة قم متى أسست أسست في السنة الثالثة والثمانين من الهجرة أسست زمان الحجاج الثقفي في ذلك الوقت اسسها شيعة عراقيون من الكوفة من قبيلة بني الأشعار ولذا فإن هذه النسبة الأشعري موجودة في تاريخ قوم منذ بداية تكوينها وإلى يومنا هذا الى يومنا هذا اقول للذين يعيشون في مدينه قم الان دققوا في اسماء اليافطات على المحلات او على المكاتب او على العيادات في شارع ازر في مدينه قم ستقرؤون كثيرا من الأسماء العربية ستجدون اسم أشعري يتكرر في هذا الشارع وغيره في مدينة قوم وستجدون اسم مذحجي وغفاقي غافقي وأشتري نسبة لمالك الأشتر وربيعي نسبة إلى قبيلة ربيعة و و هؤلاء هم شيعة عراقيون أسسوا هذه المدينة منذ بداياتها مرت علينا رواية قرأتها عليكم عن إمامنا الصادق وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا بحسب تتبعي لتأريخكم لم تكن هناك انتقالة عراقية شيعية إلى قم مثل ما حدثت في بداية الثمانينات وما بعدها جيلنا هو الجيل الذي هاجر إلى قم ولا زال العراقيون الشيعة يتواجدون في مدينة قوم إلى هذه اللحظة وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا وذلك مصلحة لهم لكي لا يعرفوا بولايتنا ويحقنوا بذلك دماءهم واموالهم اعود الى حديث امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله احتج بالكوفه على سائر البلاد وبالمؤمنين من اهلها على غيرهم من اهل البلاد واحتج ببلده قم على سائر البلاد وباهلها على جميع اهل المشرق والمغرب من الجن والانس ولم يدع الله قم واهله مستضعفا بل وفقهم وايدهم ان صاروا علماء ما كانوا مستضعفين لا يستطيعون ان يميزوا بين الحق والباطل ولا يستطيعون ان يقيموا الادله على حقهم والأدلة على باطل أعدائهم ولم يدع الله قم وأهله مستضعفا بل وفقهم وأيدهم ثم قال ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الدين وأهله بقم ذليل المراد من هذا الكلام كما يبدو من خلال كل تفاصيل النص مع ملاحظه ان الحديث مترجم عن ترجمه باللغه الفارسيه للحديث الاصل الحديث الاصل ليس بايدينا الذي بايدينا ترجمه له وهذه ترجمه من قبل المجلس للترجمة الفارسية لأصل الحديث الذي هو باللغة العربية ثم قال قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الدين وأهله بقوم ذليل يبين بعد ذلك إمامنا الصادق ولولا ذلك لولا أن يبدو حال مدينة قم وحال سكانها في الأزمنة السابقة أن يبدو الضعف والهوان على هذه المدينة لضعف الجانب الاقتصادي فيها ولصغرها ولولا ذلك لأسرع الناس إليه لأسرع الناس إلى مدينة قم فخرب قم خرب قم لأنه عش مكان يأوي إليه الخائفون من الهاشميين ومن أشياع أهل البيت إذا صار مفتوحا للجميع فحينئذ انتفت الفائدة وانتفت المنفعة وما عهدت قم عشا لآل محمد وما عادت مأوى لشيعتهم وللفاطميين ومستراحا لهم هذا الكلام يكون مناسبا للفترة الزمانية التي كانت زمان الصادق وما بعد زمان إمامنا الصادق. إن الدين وأهله بقم ذليل ولولا ذلك لأسرع الناس إليه لأسرع الناس إلى مدينة قم فخرب قم وبطل أهله عدم دقة الضمائر بسبب الترجمة ولولا ذلك لأسرع الناس إليه فخرب قوم وبطل أهله فلم يكن حجة على سائر البلاد لأن المنظومة المعنوية حينئذ تتلاشى واذا كان كذلك لم تستقر السماء والارض ولم ينظروا لم ينظروا لم يمهلوا لم ينتظر فيهم لم ينتظر لهم ولم ينظروا طرفه عين هذا الكلام يشير الى الحقيقه التي اشرت اليها من ان الامامه اتخذها مركزا وخزان احتياط لبرنامجه من هنا تأتي هذه الاوصاف وإذا كان كذلك لم تستقر السماء والأرض ولم ينظر طرفة عين وإن البلايا مدفوعة عن قوم وأهله وسيأتي زمان تكون بلدة قوم وأهلها حجة على الخلائق وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره يعني أن حال قوم سيبقى مرتبطا بالامام منذ بروزها الى ظهوره هذا يعني اننا في الزمن الذي يتحدث عنه امامنا الصادق وسياتي زمان تكون بلده قم واهلها حجه على الخلائق ليس المراد من اهل قم الذين يسكنون فيها المراد من اهل قم الذين هم على المنهج القمي مثل ما جاء في روايه من الروايات يتحدث الامام الصادق فيها عن خصائص القميين فيسال رجل يا ابن رسول الله هذا خاصه لاهل قوم الامام قال نعم ومن يقول بمقالتهم اذن المراد القميون الذين لهم مقاله لهم عقيده لهم منهج والذين يقولون بمقالتهم القضيه ليست جغرافيا القضيه ليست مجتمعا بشريا يقطن في مكان جغرافي معين القضيه قضيه عقيده قضيه منهج يا ابن رسول الله هذا خاصه لاهلكم السائل يسال عن جغرافيا وعن مجتمع معين يقطن في مكان جغرافي قال نعم ومن يقول بمقالته حينما قال نعم هو لم يقل نعم يريد الجغرافيا واهلها بقرينه ما جاء بعدها نعم ومن يقول بمقالته فهل لكل اهل قم هناك منهج بعض القميين الذين لولاهم لضاع الدين والا فهذا الحديث لولا القميون لضاع الدين لا يقصد كل الذين يقطنون في قوم ان كان ذلك في الزمان القديم او في زماننا هذا وانما هناك فئه هم الذين يقومون مع القائم ويستقيمون عليه وينصرونه ويجتمعون معه هذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل وأنا أحدثكم عن المنظومة المعنوية لمدينة قم قلت من أن الإمامة اتخذها مقرا وخزانا احتياطيا لبرنامجه المهدوي عبر هؤلاء عبر هؤلاء القميين الذين لولاهم لضاع الدين ليس بالضروره ان يعيشوا في مدينه قم وليس بالضروره ان الذين يعيشون في مدينه قم هم من اصحاب المقاله القميه نعم ومن يقول بمقالتهم هناك مقاله قميه ويحسب عليها كل من يقول بها وان لم يكن قد راى مدينه قم طيله حياته ومات على ذلك القضيه قضيه منهج القضيه قضيه عقيده ومن يقول بمقالتهم نذهب الى فاصل عن الحكم بن عيينه قال لما قتل امير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين طوبى لنا اذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسم لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في اخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فاولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا وسياتي زمان تكون بلده قوم واهلها حجه على الخلائق هذا الكلام لا ينطبق على الجغرافيا ولا ينطبق على مجتمع يختلط فيه الحابل بالنابل الصالح بالطالع الحديث هنا عن اصحاب المقاله القميه ومن يقول بمقالتهم وسياتي زمان تكون بلده قم بمنظومتها المعنويه واهلها اصحاب المقاله القميه وسياتي زمان تكون بلده قم واهلها حجه على الخلائق بلده قم بمنظومتها المعنويه والا ففي مدينه قم هناك اماكن للفساد فهل ان اماكن الفساد هذه تكون حجه من قبل الله على الخلائق اي منطق هذا هناك في قوم هناك فساد اخلاقي هناك فساد ديني هناك وهناك مثل ما هو الحال في كل بقاع العالم الحديث عن بلده قم عن منظومتها المعنويه التي اشرت اليها قبل قليل واما اهلها الذين يكونون حجه على الاخرين فهم اصحاب المقاله القميه الذين قال عنهم ائمتنا لولا القميون لضاع الدين وأنا أقولها لكم بكل صراحة هذه القناة منهجها قُمّي أنا لا أتحدث عن حوزة قُم ولا أتحدث عن شأن سياسي يرتبط بإيران أنا أتحدث عن منهج ينمى إلى أهل البيت عبر الكليني و النعماني و ابن قولويه و الشيخ الصفار محمد بن الحسن الصفار و سعد الأشعري و وعبر و وعبر وعبر وعبر. أتحدث عن هذا المنهج وعن اصحاب هذه المقاله هؤلاء حدثتكم عنهم في برامج سابقه هؤلاء يتفقون على منهج عقائدي واضح هؤلاء هم القميون الذين لولاهم لضاع الدين ليس بالضروره ان ينتموا الى المدينه جغرافيا او الى اهلها اجتماعيا الامر يرتبط بالمنهج وسياتي زمان تكون بلده قم واهلها حجه على الخلائق وذلك في زمان غيبه قائمنا الى ظهوره ولولا ذلك لساخت الارض باهلها وان الملائكه لتدفع البلايا عن قم واهله وما قصده جبار بسوء الا قصمه قاصم الجبارين وشغله عنهم بداهيه او مصيبه او عدو وينسي الله الجبارين في دولتهم ذكر قم واهله كما نسوا ذكر الله اذا اردنا ان نعود الى دراسه تاريخ قم ايام الامويين وايام العباسيين وما بعد العباسيين هناك الكثير من المخططات التي خططت لقم للقضاء عليها ولكنها باءت بالفشل عبر التاريخ وقت الحلقه انتهى بل صار طويلا للحديث تتمه نلتقي غدا ان شاء الله تعالى هذه الحلقات مهمه جدا